السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. ما هي العلاقة بين المعجزات والدين؟ لماذا نربط بين هذه المعجزات وما نمارسه من ممارسات دينية؟ وما الفرق بين الدين والدولة؟ وهل هما مؤسستان متخصصتان في احتكار العنف؟ وهل نحن بحاجة إلى دولة لا تحتكر العنف، بل وظيفتها تكون عدم ممارسة العنف والحد بكل قدر ممكن من العنف؟ كونوا معي أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين، معكم منصور الناصر. هذا الأمر يجب أن يحظى بالاهتمام الشديد نظرا للارتباط الوثيق بين الأمرين. الدين دائما يفترض بأن هنالك أوامر غيبية جاءت لرجال الدين ومن كبار رجال الدين، على سبيل المثال الأنبياء. هؤلاء قالوا أنه أتانا وحي بلا الآلهة أو الإله، وهذا الوحي هو الذي سمح لنا بأن ننشر رسالتنا بين الناس، وأن الأمر الذي ننشره ليس من وحي تفكيرنا، إنما من وحي إله خالق كبير عظيم كامل مطلق لا يمكن أن نعصي له أمرا. هذه الحجة بغض النظر عن مصداقيتها هي نجحت في الاستمرار وفرضها على الجميع. الحجة كان الهدف منها ليس كما يبدو إقناع الآخرين بمصداقيتها، إنما توفير شرعية لهذه الحجة. بمعنى المعاني أن الدين الذي يقول لك أن هنالك إله وهذا الإله يجب أن تطيعه، هو لا يقول لك هذا الشيء إلا لكي يبرر لنفسه ما يفعله باتجاهك. في النهاية الدين هو سلطة استبدادية تمارس سلطتها عليك بحجة أنها مشرعنة من إله خارج الواقع، ومسألة لا يحق لأحد بالتالي أن يناقضها أو يعارضها. وهذا كلام أنا لا توجد لدي اعتراضات عليه، وكان هو مسألة منطقية لكن منطقية عرجاء، يعني مو منطقية بمعنى واقعية، أقصد يعني منطقية واقعا، أنه يجب أن تكون هنالك سلطة، وهذه السلطة يجب أن تحترم ويجب أن تعتبر أو تقدس. فبالتالي نكتشف عندما ننظر الأمور بهذه الطريقة، نكتشف أن الدين والمقدسات هي وضعت خصيصا لكي تؤدي وظيفة القداسة ولكي تؤدي وظيفة المطلق أو وظيفة الإله، وهذا يكشف حقيقة الأمر. القضية الأساسية الثانية بأنه هذا الأرض الشرعية هي نفسها الموجودة لدى الدولة الحديثة. الدولة الحديثة تقول لك هنالك قوانين يجب أن تطيعها، وهذه القوانين هي مقدسة ويجب أن ولا يمكن لأحد أن يعارضها. فبالتالي المسألة متساوية، لكن الفرق بين النمط القديم، بين الدين القديم والدين الحديث الذي يسمي بالدولة الحديثة، هذا النمط كلاهما يشرع العنف. الدين لا علاقة له بمسألة التسامح، ولا علاقة له بالحريات، ولا علاقة له بمسائل احترام الناس والمحبة وهذا الكلام الجميل اللطيف. بالعكس، هو يمارس العنف كما يقول ماكس فيبر، أن الدولة هي التي تحتكر ممارسة العنف. الدين نفس الحالة، هو الذي يحتكر ممارسة العنف بحجة وجود سلطة قمعية وسلطة إلهية يجب أن يطيعها الجميع. الناس المساكين عادة يؤمنون بهذا الدين لأنه مفروض عليهم وليس لديهم أي خيار آخر، فلا بد بالتالي أن يجد حلاً لهذه المشكلة، ومع الوقت يتأقلم عليها ويتعود عليها ويقر بعبوديته للدولة وللإله. فأي متدين أو أي مواطن بصراحة لا يقر بعبوديته للسلطة الكلية لا يمكن أن يكون جزءاً من هذه السلطة، وبالتالي يعتبر مرتداً. هذا الأمر موجود حتى بالسلطات الديمقراطية. صحيح هناك ديمقراطية مثلا في الدول الحديثة، لكن هاي الديمقراطية والخلافات الديمقراطية والحريات بأكملها دائما لديها سقف محدد، هذا السقف لا يجوز تجاوزه. فنفس الحالة لدى المجتمعات المتدينة، هنالك السقف لا يمكن تجاوزه هو النبوة مثلا، مقام النبوة، مقام الربوبية أو مقام الإله ومقام النص المقدس.
فكل الاعتراضات على هذا النص المقدس، كل الاعتراضات على هذا الإله ومواصفاته، كل الاعتراضات على النبي وقصة النبي وسيرته وهنالك تعارضات، هذه كلها موضوع خارج النقاش. الموضوع الأساسي هناك شيء اسمه مقدس، عليك أن تطيعه وبالتالي عليك أن تسير خلفه ولا يجوز الاعتراض. هذه هي القصة بأكملها. فحتى نفهم الأمور نرجع على قضية العلاقة بين المعجزات والدين. المعجزات موجودة خصيصا لكي يعني تسوي نوع من الغش للإنسان البسيط، أو تحاول أن تقدم عزاء روحي، عزاء نفسي في مشاق الحياة وما إلى ذلك. حتى ماركس أدى عبارة أن الدين أفيون الشعوب، هو يعني صرخة العاجزين أو الناس الذين المتعبين. بالحقيقة الموضوع مو هكذا، الموضوع هو عكس هذا تماما، أنه المعجزات موجودة لكي توفر متنفس للناس العاجزين عن مقاومة أو الوقوف بوجه السلطات القاسية. بصراحة القاسية جدا أن تكون منخرطا داخل مجتمع، ليست مسألة سهلة، مسألة صعبة جدا، سواء مجتمع حديث أو مجتمع أو جماعة دينية مغلقة. فبالعكس هذه مسألة باهظة التكاليف، وطأتها النفسية على الإنسان كبيرة جدا، لكن تبقى كل إنسان وقدرته على التحمل. بالتالي الجماعات التي تقدم هذه لا بد أن تكون هنالك صيغة عنيفة في جمع شمل أي جماعة أو أي أمة أو أي شعب. تالي الدين يتقبل الخسائر ويتقبل تقديم نسبة من هذا المجتمع اللي صالح الأهداف العظيمة أو الأهداف الكبيرة التي يطمح إليها، وهذا اللي سمين المجتمعات في العهود القديمة القرابين. فكل دين لا يجب أن يقدم قرابين لما يفعله وللسلطة القاهرة التي يفرضها على الناس. بالتالي القرابين توفر نوع من العزاء الروحي، أن أنتك يجب أن كل إنسان يقدم قربانه. فأنت عندما تقدم قربانك معنى أنك تضحي بجزء من ما لديك لصالح الجماعة، مثلا أن تضحي بكبش، هذا الكبش يتقاسمه الناس ويأكلونه ويصير نوع من التعاون فيما بين الجميع. وأيضا ممكن أن تقدم نفسك دفاعا عن الجماعة، فأنت بالتالي تصبح أنت القربان، جسدك هو القربان الذي يدافع عن الجماعة، مثل ما تفعل يعني مجتمعات النحل والدبابير والزنابير عندما تضحي بنفسها من أجل الجماعة. بالتالي احنا حتى نوصل إلى هذا النتيجة النهائية، أنه الدين والدولة، نوصل إلى تعريف الدين والدولة بطريقتي، وأنا راح أسوي تعريف الآن شفاهي، لم أكن مستعدا للتدقيق في هذا التعريف وهو خاضع للمراجعة. وأقول بأن الدين هو مجرد وسيلة للسيطرة على جماعات البشرية والتحكم بها، كذلك الحال الدولة نفسها. وبالتالي التعريف الديني يكون بالنسبة لي شخصيا في هذه اللحظة، قدمت تعريف كثيرة سابقا، لكن هذا الآن أقدم تعريف جديد، وهو أن الدين هو آلة لإعادة إنتاج العنف البشري وتحطيم العقول، وبهدف السيطرة على الجماعة البشرية وقيادتها في مسالك ومزالق العالم الذي وقعت فيه هذه الجماعة. أعيد تعريف: الدين هو آلة لإعادة إنتاج العنف البشري وتحطيم العقول. وهذا التعريف له علاقة بالحلقة اللي نشرتها عن أن العنف هو مصدر الدين وليس الدين هو مصدر العنف بالأصل. العملية يعني تدور مع على بعضها، لكن بالأساس الإنسان داخله عنف كبير. الإنسان كنوع ولا كفرد، كنوع هذا الإنسان العنف جزء رئيسي من أجزاء، وهذا العنف هو الذي يولد له الدين. الدين هو نتاج طبيعي للعنف الموجود داخل الإنسان. فطرة الإنسان هي ليس الدين، فطرة الإنسان هي ممارسة العنف بالمناسبة. وهذا التعريف اللي ما أعتقد ما مسبوق. ربما يتحدثون عن الخوف، مثل لوكريتوس يقول أنه الدين مصدر الخوف، وهذه مسألة خارجية أنا أعترض عليها، أنه مو مصدر الخوف من الخارج، مصدر العنف الموجود بالداخل ورغبات الإنسان وإرادته، اللي هي قريبة تعريف الإرادة عند شوبنهاور وإرادة القوة عند نيتشه، لكن الموضوع يختلف، أنهم يتعاملون مع المفهوم بطريقة مختلفة عن التعامل معها. فبالتالي أقول أن الدين هو آلة لإعادة إنتاج العنف البشري، هو مجرد ممر لتفريغ هذا العنف البشري وتحويله إلى
إلى آلة مشرعنة ومقبولة من قبل الجميع ومفروضة ليس على الجميع فقط، مفروضة حتى على الطبيعة وعلى الكون وعلى حتى الإله نفسه. الإله هو نفسه الذي هو رمز هذه الآلة والماركة الخاصة، لأن كل آلة كل دين لديه آلة خاصة به، هذه الآلة يضع عليها جنرال موتور مثلا أو نايك أو كذا، فكل آلة لها قوانينها ولها الانستركشن مالتها، يعني الأداء يعني طرق الاستعمال. فالإسلام لديه آلته الخاصة ولها أنواع مختلفة، آلة شيعية، آلة وهابية، آلة سلفية وهكذا. المسيحية كذلك عندها آلات، آلاف الأنواع من الآلات الفرعية والموديلات، كذلك الأديان البوذية والأديان المذاهب الهندوسية. فكل مجتمع حتى الديانات الشامانية وما إلى ذلك، كل آلة هي تعيد إنتاج الأنف البشري بهدف تحطيم العقول وخلق العقل الكلي للجماعة أو اللاوعي الجمعي أو الضمير الجمعي لهذه الجماعة في سبيل المرور في عالم الحياة. فبالتالي الدين هو مصنع كما قلت، وهو متخصص، بالتالي يحتاج إلى أن يكون متخصص في غسل هذه العقول ومسخ شخصيات أصحابها، ومن أجل السلطة ودوام هذه السلطة فقط ونجاح هذه الجماعة في العبور في مسالك الحياة ومزالقها كما قلت. بالتالي هو يوفر، لماذا الدين موجود أو الدولة أو أي منظومة اجتماعية أو نظام اجتماعي أو أطر اجتماعية تقوم بعمليات الضبط الاجتماعي أو الجماعي، بالنسبة للدين جماعي، بالنسبة للدولة تقوم بعمليات الضبط الاجتماعي، لأنه مجموعة مجتمعات داخلية تدخل مع بعضها. الدين لا يقبل وجود تنوع في الجماعات، إنما جماعة واحدة. هو لهذا السبب الدين ليس له مستقبل، لأنه يخلق جماعة ويتوقف هنا، لا يستطيع أن يتقبل وجود جماعات أخرى، وهذا النقطة القاتلة للدين، إضافة إلى ثباته وعدم مرونته. فبالتالي لا مستقبل له، أو هو الدين أصلا انتهى منذ زمن، وكل ما موجود هو مجرد خطاب ديني يتذكر الماضي وما زال يحن إليه. قلنا مثلا أنه كما قلت أنه هاي الآلة الدينية اللي أصبحت الآن تحولت بشكل دولة، الدولة أصبحت هي مصدر العنف والتي تحتكر العنف، وهذا هي القانون، هو يوفر طريقة مريحة لممارسة هذا العنف وبدون أن واحد ينبه ضميره، وكله في صالح الضمير الجمعي أو اللاوعي الجمعي على حساب الضمير الفردي. وهذا عبرت عنه حنا أرندت في مسألة أتها عن كل شغلها على هذا الموضوع، تفاهة الشر، أنه الإنسان ممكن يقتل ملايين أو يدخلهم في غرف الغاز ويقتلهم بدون أن تهزه شعره ويذهب إلى عائلته ويمارس حياته بشكل طبيعي. فهو هذا فائدة الدولة وفائدة الدين وفائدة هذه النظم الاجتماعية. وهذا أنا قلت هذا في حلقة أكدت بها كما قلت على أن الألف ومصدر الدين، وأن هذا الدين هو ليس إلا ذريعة للعنف المتأصل داخل الكيان البشري. أكرر هذا الكلام حتى تكون الصورة واضحة، أنه حتى لا يظن واحد أن أفكر بطريقة مختلفة حتى توضيح هذه الفكرة. تحجج هذا الإنسان بالتالي بالآلهة وبالمقدسات هو ابتكار خاص وحصري بالإنسان، وهو الذي جعله متميزا بين بقية الكائنات. هذا أنا أعتقد السبب الرئيسي ليش، أن الكلمات يبدو هي البديل عن الأنياب كانت عند الإنسان والأظافر والأجنحة والمناقير عند الطيور. هنالك كثير من الأنثروبولوجيين والأركيولوجيين اكتشفوا التطورين، يقولون بأن بداية التطور الإنسان بدأت من خلال اكتشاف النار والزراعة واستعمال الحجارة كأسلحة والرمح والأدوات الجارحة والسكاكين. هذا كله أنا أعتقد مو صحيح. أعتقد الحقيقة أول سلاح ابتكره البشر هو الكلمات، وهذه الكلمات والسحرة هي كانت كل كلمة كانت إله، كل كلمة كانت معبد، ويجب أن ترفع قواعده ويقف على أبوابه الحراس ويزوره العباد والمتعبدون والمضحون. الكلمات واللغة التي تطورت من تعاشقاتها هي بعد ذلك يعني صارت جمل، والجمل تحولت إلى لغات واللهجات، هي اللي صنعت كل المخلوقات التي ابتلينا فيها، المخلوقات الأسطورية التي نحن فيها، لأن هي اللغة أصلا فكرة رمزية فنتاج طبيعي لهذا، وفيزكنشتاين اشتغل عليها كثيرا هاي المسألة. بالتالي
ما عندنا مخلوقات أكبر من الكلمات. الإله هو كلمة، الأنبياء، الوحي، كل شيء هو كلمات، والكلمات يبدو هي حقيقة هاي المخلوقات الأساسية، وأعني المخلوقات البشرية. الحقيقة الأساسية هي كامنة في هذه الكلمات وليس في خارج العالم. نحن نرى العالم كما نشاء وليس كما هو، ضمن المنطق أو المقولات كانت الاثنى عشر موجودة المترسخة داخل الدماغ، وأيضا ضمن القانون الذي كما أدى شومسكي تحدث أنه الإنسان يولد ومعه هذه القابلية على تكوير اللغة. فهذه الكلمات بالتالي هي الحقائق الوحيدة التي لدينا. من هنا هذه الكلمات لا يمكن التعامل دون وجود منطق، والآلة الدماغ بأكملها والقشرة الحديثة كما أرى، هاي نظريتي، أنه هو الآلة الطبيعية التي ابتكرها الإنسان أو ابتكرتها الطبيعة للإنسان وفق قوانين تطوره، وهو الذي جعله إنسانا مختلفا عن بقية الكائنات. الفكرة الأخيرة التي أقولها بأنه الدولة الحديثة هي التي تحتكر العنف، وراح أتحدث عن أنه الدولة ليست هي التي أعتقد وأقترح أن الدولة في المستقبل يجب أن لا تكون هي الدولة التي تحتكر العنف، بل التي تمنع انتشار العنف، أو التي تحد من كل فرصة لانتشار العنف وظهور العنف، سواء من قبلها نفسها أو من قبل الآخرين. وهذا تعريف فيه إشكالات كثيرة، يطلب أن إعادة تعريف مفهوم العنف، إعادة تعريف مفهوم السلطة، إعادة تعريف مفهوم الإنسان، وكثير من التفاصيل. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة، وأتمنى أكون قدمت لكم مادة، هاي مادة مكثفة جدا، مجرد طرحتها بعد ذلك راح أبدأ أتوسع بها وأشوف لها قواعدها المعرفية وإمكاناتها للتطبيق والبحث والتطوير. شكرا ومع السلامة.